طيب شباب اهلا بيكم، مرتكم سبيت واهلا بيكم في فيديو جديد في حلقه جديده في سلسلتنا يا شباب كل لعبه تموت في تراريا. نور يا شباب في الحلقه رقم 13 من السلسله بتاعتنا، واتمنى يا شباب تكونوا كلكم بخير وبصحه وبسعاده يا رب، واتمنى فعلا تكونوا لسه مستمتعين بالسلسله دي وبتدوها دعمها على القناه، لان النهارده يا شباب هي مرحله الانتقال من البري هارد مود الى الهارد مود. ده معناه ان احنا رايحين نكون بنجلد اخر بوس عندنا في البري هارد مود اللي هو الوول اوف فلاش. لكن يا شباب قبل ما نروح للهارد مود في كام حاجه عاوز اكون بعملها. طبيعي مش هكون بعمل كل الحاجات اللي كنت بعملها كده في التريال العاديه، بما ان فارمات والحاجات زي كده مش هتكون ذو فايده قوي بالنسبه لي، ان معظم الحاجات ممكن اكون بشتريها هنا. لكن عاوز اكون بعمل كام فارم مهمه. اولا عاوز اكون بعمل جنجل فارم، ثانيا عاوز اكون بعمل بيت المشروم اللي هو بتاع الام بي سي. فانا هنا كشف فضيت الاوضه دي كلها عشان اكون بعملها اوضه مخصصه للام بي سي ده. فثانيا واحد شباب معايا مشروم جراس سيد اهو، برده معايا المد، هكون شباب بعمل الاوضه دي واكون باجي لكم على طول. وهنا يا شباب عملت للترافل بيت لذيذ جدا، بيت جميل قوي، لما يجي الشارل هارد مود هيكون باشا بيترسبن عندنا هنا. كنت هعمله هنا بس ده اكتشفت هو في الاندر جراوند، فاعتقد ان السيرفس هيبقى افضل له يعني عشان يقدر يكون بيترسبن عندنا. تاني حاجه يا شباب عملت زي هنا كده ايه، حطيت اكتر من صف من المد وحطيت عليه جانجل جراس، فمع الوقت ان شاء الله ده هيكون كله بيتحول لجانجل جراس وهيكون بيتحول لجانجل فارم. هقدر اكون برسبن فيه بلانتيرا، ممكن اكون بعمل حتى الارينا بتاعت بلانتيرا فوق هنا، واقدر اكون بجيب منه حتى اللايف فروتس وكل حاجه محتاجها من الجانجل. ودلوقتي بقى يا شباب بما ان خلصنا معظم الحاجات اللي عاوز اكون بعملها قبل هارد مود، خلينا نشوف الاسلحه اللي احنا ممكن نكون بنعملها مع بعض. اول حاجه لاحظتها يا شباب هو السلاح ده اللي هو فراكتشرد ار، عباره عن واحد انشنت سورد، خمسه بيوريفايد جيل مع اني كوبر بار. اوكي ما علينا، المهم حاجه عملناه. عاوز بقى اشوف هو ده بيعمل ايه. لو ادوس كليك يمين كده اوه بص كده شايفين بيشحن فوقها، بص بيشحن فوق، ممكن نضرب كده عادي. يا بعد كده لو عملت كده اوه يا بص يا شباب ليه قدره على الباري. الدمج بتاعه مش وحش، الدمج بتاعه كويس. وعندي هنا سلاح برضه شباب اسمه جيلاكتيك بليد، عباره عن 18 بلايت جيل مع 18 بيوريفايد جيل. اعمل كرافت، توريني كده يا شباب ده بيعمل ايه. اوه ده عامل زي كولتر بليد، لو انا شحنت في شحنه يب 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 يا شباب. اوكي السلاح ده هيبقى جميل، انا عاوز بس اعرف الرينج بتاعه قد ايه. ثاني واحده كده الرينج، انت بتهزر معايا؟ السلاح ده موجود في اللعبه؟ شايفين الرينج؟ هو بطيء حبتين لكن قوي جدا. يعني انا دلوقتي لو مسكت معايا الكلوز ده وحطيت الكلوز دي هنا وجربت اضرب يا بقى اسرع. ده يا شباب ان شاء الله هنكون بنغلب بيه الول اوف فليش. الدمج بتاعه قليل نسبيا لكن اعتقد ده هيبقى قوي جدا مع الستار فيوري على قد. برده من السلاح ده برده كويس. بصوا يا السلاح ده كويس، ممكن برده نعمل كده بس الفكره ان هو بيشحن. بالنسبه لاسلحه الرينج عندي اللي هو الجوبو ده، وعندي برضو سلاح اللي عملناه المره اللي فاتت اللي هو ليوناريان بو، ده قوي جدا بالاضافه للشيت ثرور يا شباب. وطبعا ما ننساش البي نيز او حتى السبايك بولز، الحاجات دي هنكون بنجلد بيها الولف فليش البي نيدز. وبالنسبه لاسلحه الميج عندي الاسلحه اللي انا خدتها من الباشا اللي هو الجاد سلايم، ده ممتاز وده برضو مش وحش بس فكره ان هو الرينج بتاعه قليل مش هيكون بينفعنا. عندي طبعا السلاح ده اللي احنا جلدنا بيه الجاد سلايم برضو المره اللي فاتت، الفاير بول مش وحش برضو في ريكيشي، بس بان ده فاير وفاير والولف فليش مش بتاثر بالفاير فما اعتقدش ده هيكون بيفيدنا. بس انا واخده معايا احتياطي تريد وينز اللي جددنا بيه البي كوين. بالنسبه شباب اسلحه السلايم عندي هنا السلايم بابت ستايف، ده 34 سامن دامج، بالاضافه عندي هنا برده حاجه اسمه الكرو سلايم ستايف، فده او ده. فتعالى نعمل كرافت كده شباب مع بعض ونجرب. 2 3 4 5 6 او لا 5 وبيفرقعوا. هو ده فعلا سامن؟ دي بكل بساطه زي يكون سلاح ميج بتضرب كده سلايمات وهي بتفرقع فيهم. بالاضافه شباب انا ضفت مود جديد اسمه الانوفيشال كلاميتي ويبس، بيضيف لي شويه كرابيج جديده في اللعبه، حاجه مثلا زي ده اللي هو سكاي سبليتر. فلو عملت كده كرافت اعتقد يا شباب كورباج جديد، يا ده كورباج جديد يا شباب. طبعا بالاضافه للسباينال تاب او حتى السناب سورن، اعتقد اكون بستخدم الاثنين دول، لكن انا ضفت برضه مود جديد حبيت برضه اقول لكم عليه. وفي سلاح سامون ثاني يا شباب اسمه السندر بلوسم ستايف، فلو عملت كده كرافت بيعمل ايه ده؟ بصوا يا بتعمل زي حاجه فوقيه كده عامل مكان الاي يا شباب، بس ده 21 سامون دامج، ده 50 سامون دامج، بس ما اعتقدش ان ده هيكون بيفيدني قوي للدرجه دي. لو انا حاولت ارسبن ده هيكون ممكن يترسبن ده وده مع بعض. اوكي لا كده تمام، كده تمام حلو قوي. ودلوقتي يا شباب هنكون بنعمل الاستراتيجي الارمور، تشيست بليت، الجريفز، بعد كده الكاب للماجيك، الهلمت للميلي، الهيد جير للرينج، الماسك للروج، والهود للسمن. وكل ده عشان نحطه في الفويد باك بتاعتنا، كل ده بكل الاسلحه. وقبل ما نكون بنخزن الاسلحه نروح على الريفورجر ده يا شباب، نمسك بقى الحاجات بتاعتنا زي مثلا السلايم ستاف دي نكون بنخليها ميثيكال، ريفورج الكور سلايم ستاف برده نكون بنخليه ميثيكال، السندر بلوسم عاوز برده نكون بنخليه ميثيكال، الابيسيال توم برده ميثيكال. ودلوقتي شباب عاوز اكون بعمل حبه بس ستاتيو بحيث اكون ان شاء الله بظبط العينه تحت في الجحيم، حبه كام فايرز، حبه هارت لانترنز، حبه ستار ان باتلز، ونعمل حبه بينك تورش، ونعمل حبه بي سكاندل. الشباب ده بيقلل الموبات اللي هتكون بتترسبن عندنا في الجحيم تحت. بالاضافه شباب ممكن نكون بنستخدم الكالمينج بوشن، ده بيقلل السبون ريت بتاعت الموبات، فاكون بشتري كده حبه منهم خليهم معايا. وياخد حبه ستون يا شباب، ويلا بينا تحت ننزل على الجحيم ونشوف هنكون بنعمل ايه مع بعض، لان ان شاء الله
قررت اكون بعمل الاله بتاعتي من الناحيه دي لحد تقريبا نص العالم بتاعي. بمناسبه انا استخدمت الفين ماينر واكون كسرت كل ده. بعد شويه تقريبا ساعتين او ساعتين ونص قدرت ابني البريدج ده. هي البناء تحت حاجه بشعه بشعه بشعه، كميه الديمنز اللي قدرت لها تحت وكانت هتموتني كميه بشعه. اوريدي انا مت تحت مره، انا مت تحت مره، هي مت هنا مره بسببهم. ما علينا، لو رحنا بتاع كرافتنج رحنا على السمن، هكون بعمل كرافت لي الايتم اللي هكون برزبن بيها الغول فليش. اسمها الفليشي دول يا شباب. الفليشي دول دي عباره عن سامن زول فليش، بالاضافه انها مش هتكون بتقتل الجايد ده المهم. فنعمل منهم شويه كده يا شباب ونخليهم معانا، هنحتاجهم. اوكي يا شباب، بالنسبه بقى للكلاسات اللي هكون بجلد بيها الغول فليش، انا عندي كلاس مثلا هكون بفيدي كلاس النحل، بعد كده اروح لكلاس ميلي، الميج، الرينجد، السامن، الروج، يعني عندنا شويه كلاسات شباب محتاجين نكون جرام مع بعض. بس اول حاجه هكون ببدا بيها وهو كلاس النحل. اعتقد ان كلاس النحل هيكون من اسهل الكلاسات اللي هكون بنجلد بيها البوس ده. هكون بلعب من مانا انفيوز هاني كوم، ده سلاح جامد جدا، بالاضافه للبيبر بوكر مع النكتر سيكل ومع التريتر ساكس. عندي النكتر سلاشر بس مش عارف قوته بالظبط هتبقى ايه، فخليها زي ما هي كده يا شباب. المشكله الوحيده في كلاس ده هو الديفنس بتاعي. الديفنس بتاعي 39 ديفنس، قليل جدا، تقريبا 60% من الديفنس على الميلي. فيعني احنا محظوظين بقى يا شباب، محتاجين بس ناخد الرينج بتاعنا نعمل فيه دمج بسرعه جدا، نموت بسرعه جدا، لان هو عنده حركات غريبه كده في الماستر مود، بالاضافه ان يبقى عنده حركات اغرب على الديث مود. فزوم اوت كده يا شباب، زوم اوت زوم اوت. انا عاوزكم تجيب انهي سلاح بالسلاح ده. اوكي يا ابني رتبهم كده كويس، وادعوا لي يا شباب ادعوا لي. ما وقعتش في اللافا ريلي ريلي فعلا. اوكي شفت حركه الداش دي؟ شفت حركه الداش دي؟ انا ما بحبش حركات الداش دي، لو سمحت لو سمحت ما بحبش حركات الداش. ممكن برضو نشتغل بالساكسفون ده، يا الساكسفون ده ممكن نجرب بده تاني. اشحن واضرب، يلا زي ما هو زي ما هو زي ما هو. بس عاوز افتح الباب، يا بيعمل داش بيعمل داش ليه؟ ما بحبش يعمل داش. يا ان العصب بتاعه خلص، حرفيا العصب بتاعه خلص. بيضرب سيكلز، بيضرب ديث سيكلز، انا بكره الضربه دي. وانا عاوز بس العصب بتاعي يشحن، لان العصب بتاعي ما بيشحنش. بس بضرب بالساكسفون من غير عسل، غريبه صح؟ قل بنسبه كبيره هيلث دلوقتي 24% 24% 23%. مشكله العسل قصدي، لا العسل مشكله، عشان الناس كانت بتقول اه ده كلاس سهل. اهو يا شباب ادي كلاس سهل اللي عاوزينه. بتاعتي الهيل، الانرجيه بتاعتنا خلصت، الانرجيه بتاعتنا خلصت حرفيا. انا مش عارف هعمل ايه صراحه، لاني كده اتزنقت كده، انا اتزنقت كده، انا اتزنقت. ياب اعتقد شويه انا عرفت المشكله، انا كنت حاطط الشيلد في كاثولو هنا، فللاسف ما كنتش عارف اعمل الداش اللي بيطلع النحل اللي كانت ممكن حتى تنقذني، فبدلته بالجاينت شيل عشان تكون بتزود لي الديفنس بتاعي شويه عشان ما اكون بمونش بسرعه للدرجه دي. كلاكيت تاني مره يا شباب، كلاكيت تاني مره. بيبر بوكر بيبر بوكر، خلي بالك بس من الليزر، عاوزين بس نعمل دوج الليزر على قد ما نقدر. ايه انا عارفك بتعمل داش، انا برضو بعمل داش يا باشا اهو. ونشتغل بالساكسفون او حتى برضو نشتغل بدا. اشحن واضرب، دي عندي فيها اقل ديفنس، ما تنشنش على البق، نشن على العين، نشن على العين، لان العين برضو هي بتضرب الليزر وفيها اقل ديفنس. اوه جي جي بالساكسفون. ياب يا شباب، يا 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 ياب. ويلكم تو هارد مود يا شباب، ويلكم تو ذا هارد مود. يا اهو على طول ما كملناش حاجه ولقينا رزبنت الحاجات بتاعت الهارد مود. ليه ليه طيب ليه ليه؟ استنى طب لما اغلبه باقي الكلاسات يا باشا، استنى لما اغلب باقي الكلاسات يا باشا، استنى عليا بس. مستعجل على ايه؟ اولا واهم حاجه يا شباب، ايه التروفي بتاعتنا بتاعت الولف فليش بكلاس النحل؟ هيرميت بوكس. اوكي ده ايه ده؟ سامن ذا سيج، ده ديفلوبر ايتم، ده بيقول لك ده ديفلوبر ايتم. وماله وماله. اوكي تير 2 ريفرسيتي كوين تير 2. اوكي ده كويس برضو، خليه هنا كده هنا. او تشارم فلاك دي كويس عشان نقدر نجيب ريفورج برضو حلوه. شادو دايموند ده اللور بتاعه مشكله. شارم فلاك تاني مش عاوزه، ثانك يو. دلوقتي افتح ده، اوه عطاني البريكر بليد. ثانيه واحده، ممكن دي نعمل بيها حاجه؟ اوه ممكن نحولها للانكري بليد. محتاجين حاجات غريبه الصراحه، مش عارف ايه الحاجات دي. ممكن نعمل بيها الحاجات دي اللي هو راست ستيل بليد. اوه دي عباره عن مدمج اسلحه كتير. الماسك برضه اهو. البي كيبر ايتم 15% انكريز الدمج، ياب حط ده مكانه. الميو ثرور فعلا. اوكي هنكون بنستخدمه ضده، والديمون هارت يا شباب. كل ده كل ده على فكره انا هكون بقلل بس اليو اي بتاعي عشان بس يظهر. يا بص شباب دلوقتي بقى عندنا اكسسوري جديده ممكن نضيف لها، والروتن هاني شوت. اوه دي بتتشحن زي كوس بيتشحن وبيضرب. اه ده حلو ده حلو، دمجه حلو قوي برضو. حط ده هنا كده يا باشا. الكلوك وركر اسولت مش وحش. والروج امبلم ماشي وماله، حط برضو امبلم ده هنا. وكل الحاجات الجميله دي حطها لي هنا، ياب. وده حطه لي هنا كده اهو عشان ده سلاح كويس. ده برضو كل اسلحه النحل دي هنا. ونروح يا شباب على كلاس ايميليا، هكون بلعب بالاستراتيجي الارمور. بص شوف الست بونص بتاعته، انيميز ار مور لايك تو تارجت يو. يا حلاوه، وين يو تيك اوفر 100 دامج ان وان هيت، يعني لو اتدمجت 100 في مره واحده هيديك انفيزيبيليتي لمده اطول. غير كده 12% انكريز جامب سبيد مش وحش. ونيجي يا شباب لكلاس الميلي، زي ما قلت لكم هنكون بنلعب بالاستراتيجي الارمور. الروتين برين، الماجي لومينس عشان السرعه، الشيلد في كاثور عشان الدوج، فلاسبرك بوتس، الورم توث دي عاوز اكون بعمل لها مينسنج عشان دي برضه مش مينسنج، الجاينت شيل، الفيرال كلو عشان السبيد بتاعتي، والسكايلاين وينجز. بالنسبه للاسلحه عندي الستار فيوري ده ممتاز، بالاضافه للجيلت ليد، ومع كمان يا شباب البليد ريس، وحتى الاولد لورد لو انا عاوزين نكون بنهرب بسرعه منه. اوكي يلا بقى بينا يا شباب ننزل تحت تاني ونجرب بقى نجلده
بيدو بس بكلاس الميلي. في ايه يا باشا؟ في ايه يا باشا؟ انا اصلك موت حضرتك. ثانك يو. ايه ده كده يا باشا؟ يلا بينا اعمل زوم اوت بالستار فيوري بقى. بالستار فيوري بالبيرسينج بتاعته، بالبيرسينج وبالسبيد بتاعته يا شباب. عايز برضه اجرب ده، ما جربتش ده بالنسبه لي هيبقى عامل ازاي. الدمج بتاعه اخباره ايه؟ اوكي يا بيعمل دوج، بتاني يعمل دوج، مش بيعمل بيرسينج. الدمج بتاعه مش وحش، ممكن انشن على العين على طول، بس الفكره انه مش بيعمل بيرسينج يا شباب. دي مشكله نسبيه لان انا ما كنتش احب كده، لكن مش وحش حتى الان، احنا عاملين بندلعه يعني. بس الستار فيوري انا من اول ما بدات المود باك ده وانا بعشق الستار فيوري، انا مش عارف ليه لكن ما سبتهاش من اول ما بدات المود باك. حد يقول لي السلاح زي كده ممكن تجيبه من جزر السماء، ممكن يقعد معاك لحد الولف فليش وحتى تجلد بيه الولف فليش. انتوا فاهمين الكلمه دي معناها ايه؟ بصوا عند دي، بصوا على التنشين، بصوا على التنشين. اوعى يا باشا، اوعى يا باشا، اوعى يا باشا. حتى المره فاتت ما استخدمش الريج او الادرينالين، نسي. بنسى كل شويه بنسى. طب بس بضرب قدامه شويه شباب، لان ايه؟ لان عاوز النجوم تكون بتيجي عليه. هو بيحاول يجي عندي، بيحاول يجي عندي، بيحاول يجي عندي. اعمل داش بعيد، اعمل داش بعيد، اعمل داش بعيد، يا اعمل داش بعيد. مشكله شايفين السلاح ده لازم تكون مواجه لي فارخ محبتين. فاكم برجع بالستار فيوري. انا الستار فيوري يا باشا 13%. هتوحشني، هتوحشني يا جدع. او ممكن اشحن بده بالمناسبه، اشحن بده واديله ده. اوكي بياخد 1% من كل ضربه، مش وحش، مش وحش. هو برضه بيعمل بيرسينج بالمناسبه بالكليك يمين، بالكليك يمين بيعمل بيرسينج، فدي حاجه كويسه، مش وحش. اوكي ونكمل نخلص عليه بالستار فيوري عشان نقول له هتوحشني يا باشا، هتوحشني يا باشا. افتح الباك دي يا طار، عطانا ايه؟ السورسر امبلم. اوه نايس. الفاير كراكر يا شباب عشان كلاس السامنر. بيدوشب لي السريتد بلاست بارل ده روج، ومعايا هنا برضه سلاح سامن. وات از ذس؟ بيعمل سامن ليه ده؟ سامنز ا بلاك هوك جاي تو فايت فور يو، جيتس ويل فاير بولتس فروم يور انفنتوري. ما عنديش بولتس، مش مشكله، مش مشكله يا شباب. بني كده دلوقتي ممكن اشتري منه الليج جان بارتس. يا حد يقول يا شباب ان احنا بدانا الهارد مود مع بعض؟ حد يقول ان احنا بدانا الهارد مود مع بعض؟ خلاص كده الهارد مود ابتدى، الهارد مود ابتدى يا شباب. يا اخيرا الباتمس ووتر باكيت. انت بتقول ايه؟ يعني انا بحاول اصيد من الباشا ده اللي هو الكويست على السمك مليون مره عشان اكون بجيب ده، وفي اخر ده بيبيعوه لي ب 40 جولد. ماشي عاوز اجرب السمن دامج ده، 43 سمن دامج مش وحش. بس لو كنت رحت على ريفورج هنا كده عملته، انا عاوزه روف ليس. بعد كده يا شباب نروح على كلاس الميج، فهكون بلبس مين بقى؟ يا الكاب مكان الهلمت، وهكون بمسك الماجيك اوف، هكون ببدلها مكان مثلا ده اللي هو البلاد بلادي ورم توث، وامسك برده المانا فلاور اكون ببدلها مكان الفيرجلو. واعتقد كده كل حاجه تبقى تمام. بالنسبه للاسلحه شويه اكون بلعب بالابيس التوم، الهيل وينج ساف، التريد وينز، او حتى الفلير بولت. بس هكون اعتقد هكون بركز على ده، السلاح ده والسلاح ده، السلاحين اول سلاحين يا شباب. اوكي لان ده مش وحش، هو كويس، هو ما عندوش قدره على الهومنج صراحه، ما اعرفش هو بيعمل ايه اساسا، بيفرقع يا بيفرقع يا مش عارف. اعتقد هكون بلعب بده بمسك الهيل وينج ستاف. يا ده قوي جدا، ده قوي جدا يا شباب. يلا بينا بس نكون بنرمي الفليشي دول دي هنا كده اهو، نرازبن الباشا ده ونلعب، نلعب ندلعه، ندلعه. ديفنس بتاع 70، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ بتقولوا ايه؟ مقارنة عاوز اكون بجرب ده برضو. لو ضربت كده يا 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 جميل جميل. بصوا بصوا اللي بيحصل، بصوا الكور، بضرب كور بمناسبه، بضرب كور. بعد كده اعمل زوم ان بس حبه، يا بس كده اهو بضرب كور يا شباب زي ما شايفين بتفرقع في وشه. فممكن نجرب برضو دي، ممكن بنا برضو نشن عليه كده اهو. ما تعملش داش ولا عيب، انا علامتك تعمل داش، انا علامتك تعمل داش، ما علامتكش حاجه. عاوز مني ايه؟ عاوز مني ايه؟ دمك 35%. اي رب تخلص، ما تقوليش اي رب تخلص، ما تقوليش اي رب تخلص. انا ما هيلتش ولا مره حتى الان، مش عاوز انحس نفسي، مش عاوز انحس نفسي، مش عاوز انقع نفسي. اوكي ممكن نجرب برضو ده اللي هو التريد وينز، عنده قدره على بيرسينج مش وحش، بس ده مش بتاعه، مش زي ما تخيلت يعني. اصل برضو سلاح ضعيف شويه بالمقارنه باللي انا كنت بجربه، بس بحاول اجرب اكتر من سلاح برضو. الفكره في ده يعني، بص شوف السلاح ده، السلاح ده برضو مش وحش، السلاح ده برضو مش وحش، عنده قدره على ان هو يعمل بيرسينج فبيعدي من اكتر من حاجه. برضو نكمل بالكور دي، هيل بس على كده، هيلت بعدها غلط. عايش عايش كده عين. ادي كلاس جديد وجلدنا بيه، جلدنا جلدنا الرينجر امبلم. عايش، مع اني كان معايا سورسر امبلم بس انا ما استعملتوش صح. كنا بنخلي الرينجر امبلم ده مينيسينج يا باشا، مينيسينج. عايش جدا، البس ده جميل. اورايت اعتقد الشباب دلوقتي محتاجين نكون نروح نغلبه بكلاس الرينجد. ان شاء الله نكون بنغلبه بكل الكلاسات. اصعب كلاس بالنسبه لي هيكون بغبي وول فريش، هو تقريبا السامنر، بس يعني احنا حظنا حد عارف. لو هنروح لكلاس الرينج هكون بلبس ايه بقى؟ يا الهيد جير يا شباب مكان الكاب. نمسك بقى السلاح بتاعتنا اللونيريان بو، ومع الشيت ثرور والبينيز، بالاضافه للسلاح اللي جبناه منه اللي هو مياو ثرور، اعتقد دول هيجددهم. بالاضافه معايا حاجه اسمه الجوبو وحش برضو، ودي اسلحه ممكن نكون جربها، لكن لو انا معايا بينيز خلاص على كده. وهنكون بنجلد الوول فليش مره ثالثه يا شباب بس بكلاس الرينج. مره ثالثه ولا مره رابعه؟ غنيتها ثلاث مرات صح؟ يا مره رابعه. يلا بينا يا شباب ارمي ده كده. هاي هاي يا برنس، هاي يا برنس، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ انت عامل ايه بس؟ وحشني يا جدع. لو انا عاوز اخلص عليه بسهوله البينيد، لو انا عاوز اخلص منه بسرعه يعني، بس مش مشكله ممكن ندمج شويه بدول، نود بالبينيد ندمج شويه. نمسك الشيت ثرور او مياو ثرور بتاعته، او حتى نمسك الشيت ثرور بتاعتنا احنا. يا اوه ثانيه واحده، كنت ممكن احط اكسري افضل من دي. هل ده وقت ان اكون بغير اكسري؟ لا طبعا، لكن مش مشكله كده كده الولف فليش بقى ايز بالنسبه لنا. اكون ببدل ده مكان ده يا شباب عشان اضرب ده. الشيت
ثرور. يا شايفين يا شباب؟ شايفين الضربه؟ انجوي الفايت بقى، انجوي الفايت. اوه ما هيلتش ولا مرة، ما هيلتش ولا مرة يا شباب، وجلدناه مرة تاني بكلاس جديد اللي هو كلاس الرينجد. اوكي يا شباب، بالنسبة لكلاس الرينجد كنت بلعب بايه لو انتم مش عارفين؟ كنت بلعب بالاستراتيجي الارمور مع الروتن برين، الماجي لومينيسنس، الشيل اوف كاثولا عشان عشان الداش، التراسبرج بوتس، الرينجر امبلم، الجاينت شيل عشان الديفنس، واللوكسور جيفت بالاضافة للاجنحة بتاعتي. بالنسبة لاسلحة كنت بلعب باللوناريان بو ممتاز جدا مع الشيت ثرور، طبعا مع البي نيدز جلدناه بالبي نيدز، ما جربتش لا ده ولا ده صراحة ده. لا الجوبو ولا حتى المياو ثرور بتاعه اساسا، السلاح ده اساسا بتاعه، بصوا يا حرفيا بيطلع صوت قطط، واو بصوا كميه البروجكتايل، بصوا كده بيطلع صوت قطه، سمعت صوت قطه؟ واو اوكي، عاوز اكون بخلي السلاح ده معايا، عاجبني، هو عاجبني بس لسبب واحد، لان هو بيطلع صوت قطط. انا كريمزن كي، كويس، ممكن بعد ما نغلب البنتيرا نروح على الجزيره دي فيها الكريمزن شيست هنا، يا لو كريمزن شيست، مش مشكله خليه معانا كده اهو. بالنسبه لاسلحه الروج عندي اكتر من حاجه، عندي المايكرود، عندي ميتيور فيست، عندي البلاست بار اللي انا لسه واخده من الاول فريش، عندي الجليف، عندي الشينوبي البليد، وعندي الاشن. بالاضافه انا لو رحت هنا كده اهو الباشا ده لو رحت على الشوب عنده اعتقد ان عنده اسلحه روج زياده. دي يا شباب سليكين، وده اللي هو السنتيب او السنكبيو ده. اوكي ده بيعمل ايه؟ اوكي مش وحش، ده مش كويس. وخليت بلاست بار فلولس، بصوا على كميات الحاجات اللي جبتها. يس اوكي، اعتقد برده ميتر فيست كويس، مش وحش، بطيء نسبيا بس مش وحش، ممكن برده نخليه فلولس. اورايت، بما ان معايا اساسا التشارم فلاج دي حاجه نافعاني. مايكرود برده مش وحش، دي كويسه برضو، يا سريعه بنخليها فلولس، جميل. والشينوبي بليد برضو يا شباب نكون بنخليه فلولس، عاش كده. اعتقد اربع اسلحه هيبقوا كفايه جدا نكون بنجلد بيهم الول فريش، اتمنى 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 اتمنى. غير كده يا شباب الروج امبلم هنكون بنخليه مينيسنج، يب البس ده كده يا شباب مكان كان الرينج امبلم. وبعد الشباب ما عملت ريفورج للروج امبلم، محتاجين بس نروح هنا ونلبس بتاع الروج. فين هو بتاع الروج؟ الهود؟ لا يا الماسك. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا لو سمحت يعني، لو سمحت انت خد يا خد يا، انت بتهرب ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي جاب ده هنا؟ حط ده هنا كده يا باشا. وانت انت تالت مره تترس من عندي، تالت مره تترس من عندي، في ايه يالا؟ في ايه يالا؟ تعالى كده ارميه في الزباله، مكانك الزباله حرفيا، انا هنا عاوز اللي اترفض. اوكي ويلا بينا يا شباب كلاكت خامس مره ارمي، لا لا ثانيه واحده، راس من اولا الهليكوبتر، هليكوبتر هليكوبتر، يب كل الهليكوبترات معايا، جميل قوي. كلاكت كام؟ خامس مره. اوكي عاوز برضه اكون بجرب الشنوبي بليد، اعمل زوم اوت بس حبه كده، ايوه اعمل زوم اوت. الشنوبي بليد، يا الشنوبي بليد، اوكي اوكي. انا مش شايفها اصلا من السرعه بتاعتها، انا مش شايفها من السرعه بتاعتها. انتوا شايفين السرعه بتاعت شباب؟ شايفين الشنوبي بليد؟ يا ناروتو نور، يا ناروتو منور، ناروتو ركز على العين، ركز على العين، ايه مع العين؟ هو جي 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 جي. اوكي مع السلامه حضراتكم، مع السلامه، اطلع اهرب اهرب اهرب. اوكي غلبناه يا شباب، خدنا التروفي برضو بتاعته. افتح يا سمسم، عطانا ايه المره دي؟ السورس امبلم تاني وماله. وبالنسبه لكلاس السامنر يا شباب اهم حاجه بس عندي اكون بلبس الارمر بتاع السامنر اللي هو اني واحد الهود، ياب الهود يا شباب. مش عارف صراحه قررت اكون بلعب باني حاجه، بالطيارات ولا بايه؟ انا مش عارف حتى الان، لكن عندي فاير كراكر ان شاء الله اكون بلعب بيه مع السباينال تاب مكان السناب ثورن، لان الاثنين دول جامدين جدا. برضو اكون بخلي ده ليجندري بمناسبه، ليجندري يا 77 سمن دامج. اما بالنسبه للسمن نفسها حتى الان لسه مش عارف اكون بعمل ايه بالظبط. عندي السلايم بابت ستاف دي، بس دي فكره انها بتراز بين حاجات، بعد كده الحاجات دي بتفرقع، فانا مش عارف ايه الفكره بتاعتهم، يعني هلعب بيها ازاي؟ بتعمل زي بتكون سلاح رينجد للسمنر، فدي كويسه، دي هكون بستعملها. اعلى سمن عندي حتى الان هو البلاك هوك، هو والكرو سلايم ستاف. مش عارف صراحه، بس بفكر اكون اول حاجه اكون بنزل دي، جميل العين بتاعتي.
لان دي بصوا 64 صم دامج. بنزل بقى الطيارات بتاعتي، هكون بجرب الطيارات. كام طياره؟ اربع طيارات، جميل جدا. بالاضافه للبيبي سلايم ده والعين. كلاكت سادس مره يا شباب، سادس مره. عاوز بقى اكون بجرب السلايم ده بقى، عاوز اجرب السلايم ده. وانا بضرب سلايم عشان انا مش شايف السلايم اللي بيتضرب. ثانيه واحده، انا مش شايف السلايم اللي بيتضرب، انا مش شايف انا السلايم بيتضرب. لو انا شلت العين طيب دي، يا بيضرب سلايم تقريبا، تقريبا بيضرب سلايم، تقريبا بيضرب سلايم اي ثينك يعني، لان انا شايف دلوقتي ان هو بيضربه، بس الفكره ان هو بيستهلك مانا، بيستهلك مانا، بيستهلك مانا. عاوز بقى اجرب الكرباج بتاعي. فكره الكرباج بيخليك تقرب منه قوي، ده مش حلو. نلعب بقى بالفاير كراكر، بالفاير كراكر، فاير كراكر، فاير كراكر، فاير كراكر، واكون بجرب بقى بده، بجرب بالسلايم ستاف تاني. اول كلاس اغلب بالسرعه دي، ثانيين اول كلاس يكون بشغل فيه الريج. واو اوكي يا شباب، لا كده زي ما انت شفته، كلاس سامونر بالستاف دي، الستاف دي جامده جدا. يعني شايفين السلايم ده بيجري ورايا لحد ما الاقي اي حاجه ويفرقع فيها. شايفين؟ ما كنتش شايفه وهو بيتضرب الصراحه، مش عارف ليه، ما كنتش فعلا شايفه. اهو مره تاني بالسمنر، مره تاني بالسمنر. يا عيني. ويا اخيرا خدت الجوت سكول، خدت الجوت سكول. وبص ده يا شباب الكارنيج، 195 ترو دامج، 195 ترو دامج. انتوا بتهزروا؟ ممكن يتشحن؟ ملوش اي افكتات، بس اعتقد ان ده 175 ترو دامج، ده بيجلدهم. كنت بستعمل ده مكان التير دروب يا شباب، طبعا مع الستار فيوري معايا طبعا حبيبي، ده معايا. والسلايم ستاف دي عشقتها. بما ان النهارده يا شباب قدرنا نغلب الولف فلاش بالست كلاسات اللي موجودين عندنا في كلامتي، نقدر نقول ان احنا جلدنا الولف فليش بالكلامتي مود على برضو الديث مود. ادي الترافل يا شباب، الترافل من عندنا اهو. ومالي يا باشا، منور. اتمنى تكون مستمتع باقامتك الجميله دي، ده انا مظبطك هنا حرفيا، مظبطك في الاوضه بتاعتك، الاوضه الوحيده اللي نضيفها هنا. لكن يا شباب ان احنا اوريدي جلدنا الولف فليش وخلاص بدانا في الهارد مود، مش عاوز اكون بكمل اكتر من كده غير لما اشوف تعليقاتكم تحت في الكومنتات، لان تعليقاتكم شبه هتبقى دليلي في الهارد مود هنا في كلامتي مود، بما اني مش عارف اكون بعمل ايه بعد كده او ايه البوس اللي احنا محتاجين نكون بنروح لو احنا رحنا للبوس لوج، لان شباب مش عارف ايه بالظبط هنكون بنعمله في الهارد مود. اول حاجه محتاجين نكون بنغلبها هي الكوين سلايم، بعد كده الكرايوجين، التوينز، الاكواتيك سكورج، الاسيد رين تير 2، الكروج مو واير، وات از ذس ديستروير، حاجات كتير يا شباب، حاجات كتير قوي. بص كميه البصات اللي موجوده في الهارد مود بالمقارنه بالبري هارد مود، ده يعني ده ضعفه. وشكرا ليكم شباب في انضمامكم في الحلقه بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا وتكونوا متحمسين يا شباب. عاوز اشوف بقى حماسكم لبدايه الهارد مود في كومنتات تحت. يلا باي باي.